صباح الفل والجمال على كل مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج لمه الاسبوع. في الاول بس عايزه اقول لكم كده ان انتوا كلكم وحشتونا جدا جدا جدا، واكيد طبعا احنا كمان وحشناهم يعني اكيد. وصباح الفل عليك يا محمد. صباح النور عليكي وعلى الساده المشاهدين، وان شاء الله حلقه مميزه. مش هنقول اخبار كتير النهارده، هنخش على طول في المداخلات. معانا مداخلات هي تبقى بديل الاخبار. معنا دكتور ايمن حسن، دكتور اقتصاد وخبير دراسات الجدوى والتمويل، اتكلمنا عن مبادره البنك المركزي برعايه مجلس الوزراء والسيد الرئيس علشان دعم الصناعه. وهيبقى معنا مداخله تانية بعد كده ان شاء الله علشان نتكلم مع الاستاذ الصحفي الكبير محمد عوض عن مؤتمر استثمار في افريقيا اللي انعقد في العاصمه الاداريه الجديده. وبعد كده ان شاء الله ختمه مسك يبقى معنا فضيله الشيخ دكتور محمد عبد ربه، هيكلمنا عن مشكلات الشباب قبل وبعد الزواج. اخبارك يا ميرا؟ الحمد لله تمام. معانا المداخله الاولى يا شباب. تمام. معانا دكتور ايمن حسن، دكتوراه الاقتصاد وخبير دراسات الجدوى والتمويل. تحياتي يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور محمد، اهلا وسهلا بيك. دكتور ايمن ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم تمام الحمد لله. ازاي حضراتكم؟ تمام الحمد لله. يا ريت حضرتك تكلمنا عن موضوع مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة. هي طبعا دي مبادرة جيدة على الطريق الصحيح، وكان قصدها مجلس الوزراء برعاية محافظ البنك المركزي. المبادرة دي هدفها في الأساس تشجيع قطاع الصناعة وتشجيع مشروعات الشباب. قيمة المبادرة 100 مليار جنيه، في جزء منها هيوجه للمشروعات المتعثرة عشان للنهوض من عصرتها عشان يخففوا اعباء الدين وترجع تاني لعجله الانتاج، وفي جزء تاني هيوجه للمشروعات الصناعيه ومشروعات الشباب. تحياتي ليك يا دكتور ايمن. معدل الفائده هنا هيكون معدل الفائده 10% متناقصه، وده هيشجع كتير قوي من الصناعات ان هي تخش في المجال. تحياتي ليك يا دكتور ايمن، اخبارك ايه؟ الحمد لله دكتور محمد. استسمح حضرتك بس لو جنب التلفزيون تبعد عنه شويه عشان في صوت كده. حاضر، اتفضل يا فندم، اتفضل معاك. حضرتك شايف المبادره هيكون ليها اثر ان شاء الله وفعلا زي ما الناس اعلنت بشكل رسمي ان 2020 عام الصناعه في مصر؟ طبعا هيكون لها اثر ايجابي بالفعل، لان في كتير من الشباب ما استفادوش من المبادره اللي فاتت ال 5%، فدي خطوه ايجابيه طبعا. ثاني حاجه هيزود معدلات التشغيل وهيخفف معدلات البطاله وهيزود معدل النمو الاقتصادي في البلد في الدوله. كمان في مشروعات كتير او متعثره مش عارفه تاخد تمويلات لان اسمها مدرج في الاي سكور في البنك المركزي ومش عارفه تشتغل، فدي كانت خطوه جيده برضه محافظ البنك المركزي ان هو هيحسي المشروعات المتعثره حوالي 5143 مصنع من اعباء الدين اللي هي الفوايد عشان يرجعها تاني للتشغيل. تمام. في حوالي 31 مليار مخصصين للصناعات المتعثره. بالفعل ال 31 مليار دول اسقاط للفوائد اللي على المشروعات المتعثره، بس بشرط ان المشروعات دي تسدد ما قيمته 50% من قيمه المديونيه. تمام. وال 100 مليار الحزمه الثانيه دي هتبقى للمشاريع اللي لسه هتنشا صح؟ بالظبط كده، لسه هتخش لسه، فده المبلغ ده مخصص فعلا لهذه المشروعات. بس انا بناشد محافظ البنك المركزي ان القواعد التفصيليه اللي هيبدا توزيعها او اللي هيبدا تطبيقها على هذه المشروعات تكون مشروعات مرنه، لان معظم الشباب بيواجهوا حالات من البيروقراطيه المعقده جدا في البنوك. يعني عايزين برضو كده فكره شباك واحد زي ما عملنا شباك الواحد في وزاره الاستثمار. تمام. عايزين يا دكتور محمد يعني الفتره الزمنيه اللازمه للحصول على التمويل عايزينها تنخفض، مش عايزينها زي المبادره اللي فاتت. يعني مبادره البنك المركزي ال 5% اللي لسه شغاله لغايه دلوقتي الشباب بيعانوا منها ليه؟ طول الفتره الزمنيه للحصول على التمويل بيقعدوا بالشهرين والثلاثه عشان ياخدوا التمويل. احنا مش عايزين السلبيات اللي حصلت في المبادره السابقه تحصل في المبادره ديت، احنا عايزين انجاز، عايزين الشباب تشتغل، عايزين المشروعات الصناعيه تشتغل، عايزين في شباب عنده افكار طموحه جدا، عايزين نساعدهم وعايزين نشغلهم. فاحنا عايزين نستفيد من المبادره دي في تشغيل الشباب. وحضرتك خبير اقتصادي وخبير في التمويل ودراسات الجدوى، وعلشان الشباب ندعمهم انا نفسي حضرتك تشرفني في حلقه نتكلم فيها عن دراسات الجدوى والتمويل وافضل طرق التمويل الحاليه لمشاريع الشباب. يشرفني دكتور محمد، يشرفني طبعا، يشرفني.
الله يخليك يا رب، وان شاء الله باذن الله. كده كلمه اخيره من حضرتك للشباب، هل يعني يستسلموا ولا برضه يستغلوا المبادره دي وان شاء الله القادم افضل؟ لا، انا بقول للشباب ما فيش يأس، في امل دايما. الدوله بتساعدكم بكل امكانياتها، الدوله يعني بتقول لكم تعالوا اشتغلوا، في فلوس موجوده في البلد، تعالوا خشوا اشتغلوا وخشوا ابداوا مشروعاتكم الصناعيه، احنا هنساعدكم. يعني الشباب احنا هنساعدكم. بالنسبه للمشروعات الصناعيه المتعثره، يا ريت يا جماعه المبالغ اللي هي مخصصه للمشروعات دي توجه فعلا ليها، لان فعلا في نسبه كبيره قوي عندها مشاكل اداريه ومشاكل تسويقيه، فاحنا عايزين يا جماعه ندير المشروع بشكل صح. فيا ريت الشباب يستغل المبادره دي ويشتغل ان شاء الله باذن الله. يكون عام 2020 عام لدعم الصناعه، وده هيصب في الاخر يعني استكمالا لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي. ويشرفني طبعا زي ما قلت لحضرتك ان شاء الله في اقرب وقت هتكون معانا في الاستوديو نتكلم الشباب عن افضل طرق التمويل، ويعني ازاي يعملوا دراسه الجدوى بنفسهم. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك دكتور ايمن. يا ريت فعلا الشباب يستغلوا الفرص اللي هتبقى عندهم السنه الجايه دي. تمام، وان شاء الله باذن الله هنحاول نخصص حلقه الشباب ازاي يعني يدرسوا افكارهم بشكل علمي وبشكل اقتصادي قبل ما يبتدوا ياخدوا اي خطوات جاده في التمويل او في تنفيذ الفكره اللي هم بيحلموا بيها او بيتمنوا. ان شاء الله معانا مداخله ثانيه برضو هتبقى. طب ناخد فاصل الاول يا شباب، ناخد فاصل الاول. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، وفي انتظار بقى دكتور محمد عوض. تحياتي ليكم، وان شاء الله باذن الله هيكون معانا استاذ محمد عوض صحفي اخبار المسائي، هيكلمنا عن مؤتمر. معانا استاذ محمد عوض؟ معاك يا استاذ، اهلا بيك. تحياتي لحضرتك ومنور دايما الشاشه. الله يخليك، اهلا بيك. صباح الخير استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. الحمد لله. ممكن حضرتك تعرفنا اكتر عن مؤتمر الاستثمار في افريقيا اللي انعقد في مؤتمر العاصمه الاداريه الجديده؟ تمام، بالتاكيد. هذا المؤتمر هو مؤتمر افريقيا 2019 في نسخته الرابعه، والذي انعقد تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي ضبطه وزاره الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجيه والتجاره والصناعه. هذا المؤتمر انعقد بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقيه والعديد من الشخصيات، كانوا ممثلي شركاء في التنميه لمصر ورجال الاعمال ومسافرين وشخصيات رفيعه المستوى في مجال الاعمال من المصريين وافارقه، وايضا من جميع انحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القاره الافريقيه. انا في رايي اعتبر مؤتمر افريقيا 2019 هو منصه ممتازه للجمع بين جميع اصحاب المصلحه، الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الماليه الدوليه، بالاضافه انه كان فرصه لابرام صفقات استثماريه واعلان العديد من المشروعات الضخمه التي تسهم في نمو شامل ومستدام في القاره الافريقيه. طبعا تعلمون ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اثناء يعني ترأسه للاتحاد الافريقي كان لديه يعني هناك الحرص الكامل على دفع اطر التعاون الافريقي الى مجالات اوسع، خاصه فيما يتعلق باتخاذ خطوات ملموسه لتنفيذ مشروعات ضخمه تساهم في ربط افريقيا بما يسهم في خلق بيئه مواتيه وجاذبه للاستثمارات من شتى انحاء دول العالم. بالضبط كانت توجيهات الرئيس السيسي انه للحكومه واضحه باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القاره الافريقيه ونقل الخبرات المصريه للقاره الافريقيه، خاصه فيما يخص تنفيذ مشروعات البنيه الاساسيه الكبرى. انا في رايي ايضا يعني يعد هذا المؤتمر هو منصه تهدف الى تسريع تدفقات الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك بين الدول الافريقيه في ظل شراكه مع مجتمع الاعمال وكذلك المؤسسات الماليه الدوليه وبنوك الاستثمار من اجل تعزيز التنميه الشامله والمستدامه لافريقيا. هذا المؤتمر يعني تم استضافته في العاصمه الاداريه الجديده، وهو مشروع مصري يتميز بتراثه الثقافي مع تقدم التكنولوجيا الحديث. وانا ارى انه يعني انه في هذا ان يتم المؤتمر في هذه العاصمه الاداريه هو يعني نوع من يعني استثمار في العاصمه الاداريه الجديده، وفتح فرصه للمستثمرين الافارقه يقوموا بعملين في هذه العاصمه الاداريه. تحياتي ليك استاذ محمد، ويعني المؤتمر كان مميز، ونتمنى ان هو يبقى النسخه بتاعته سنويه كل سنه ان شاء الله. وتقييم حضرتك كده يعني مبدئيا في تقريبا 3 مليار استثمارات تم التعاقد عليها خلال المؤتمر، تقييم حضرتك هل البدايه بتاعت المؤتمر موفقه وان شاء الله باذن الله النسخ القادمه هتكون افضل؟ بالتاكيد ان شاء الله، لسيما ان مصر يعني خلال الاتحاد الافريقي كان ليها رؤيه يعني متكامله للقاره الافريقيه
ومن خلال اطلاق فرص استثماريه يعني كبيره. يعني طبعا حضرتك دي البدايه، واكيد تعلم ان مصر دايما يعني سباقه وان هي يعني دايما لها رياده، بالاضافه ان الرئيس السيسي ويعني اعاد مصر مره ثانيه يعني لريادتها للمنطقه العربيه والافريقيه ايضا ان شاء الله. تمام، وانا شاكر لحضرتك وان شاء الله على امل ان شاء الله تكون معانا باذن الله في اقرب وقت لتغطيه فعاليات اكثر تخص الاستثمار، ومصر اصبحت بوابه للاستثمار لافريقيا كلها، و في ظل الرئاسة المميزة لمصر للاتحاد الأفريقي، وفي ظل التكالب من كل الدول الكبرى والعظمى على التعاون وتعزيز التعاون مع أفريقيا، مصر قدرت تستغل ده عشان تعمل منصة للاستثمار في أفريقيا وتكون مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا. أشكر ليك جدا أستاذ محمد. شكرا لحضرتك أستاذ محمد. أنا عايز أقول للسادة المشاهدين وأقول لحضرتك ميرا إن في ثلاث مشاريع عملاقه عابره مش هقول بقى عابره للدول ولا عابره للقارات. في ربط حاليا ما بين القاهره وكيب تاون هياخد القاره الافريقيه بالطول بسكه حديد، وفي ربط كهربائي ما بين افريقيا واوروبا جنوب اوروبا الدول المطله على البحر الابيض المتوسط، وفي دلوقتي هيبقى برضو طريق تاني هيبقى بحري علشان تسهيل التجاره ما بين دول قاره افريقيا واوروبا واسيا. ففي مشاريع عملاقه ومشاريع عابره للدول ومشاريع عابره للقارات، وكل ده لتسهيل التجاره وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الافريقيه وبقيه العالم. والربط مش تجاري بس ولا اقتصادي بس، ده الربط كمان كهربائي، يعني هيبقى في ربط كهربائي ما بين اوروبا وافريقيا عن طريق مصر. فالحقيقه المؤتمر كان واعد، والفكر اللي احنا بنخطط بيه حاليا يعني اتمنى ان احنا نكمل في نفس الاتجاه وبدعم السيد الرئيس طبعا. هنطلع فاصل وبعدين نرجع مع فضيله الشيخ دكتور محمد عبد ربه امام وخطيب وزاره الاوقاف، هيكلمنا عن مشكلات واهم مشكلات الشباب قبل وبعد الخطوبه والزواج ان شاء الله. انتظرونا.